زملائي الطلاب، الساده الحضور، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه مورقه شبيه نهديها اليكم. ما اروع اللحظات التي جمعنا واياكم في حفل تنسيق اتحاد كليه التربيه جامعه بورسعيد. وفي لحاب ايام جميله كللت جباه المصريين بالفخر وابتهاجا بثوره عظيمه، ارسلت العالم اجمع رساله حب مقصدها ان المصريين هم اصل الحضارات ومعلم العالم معنى الحريه. وغير ما لذ به هذا اليوم الكريم القران الكريم وقائد محمد دبرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. والآن مع كلمة أمين اتحاد طلاب الكلية والطالب محمد سيد. إننا نعيش لحظات لا تصدق الكلمة ولا يعبر عنها إلا رب الله المخلوق. يتساوى مع خطاني ثلاثة ألوان، هي ألوان العلم المصري العظيم الذي غرسه ذلة من شباب مصر وشيبة الدنيا. فتحية لكل من ضحى بدم الفرح من أجل رفعة هذا الوطن. لقد نال الشعب المصري حريته من قيود البغي والفتن، ولكن الحريه مستمره. وقد دفعوه الشهداء من المواد بدمائهم، ولذلك اصبح لزاما علينا ان تحسن استخدام تلك الحريه حتى لا تصبح سجن الله. وفي نهايه المجلس اتوجه للبطاقه سواء أو الجامعة لما قدمته من دعم ومساندة، وأدعو كل زملائي إلى الجد والاجتهاد. فهذا ضوءنا، ومن منبر الجامعة نناشد شعب مصر العظيم بضرورة العمل والجهد لإقامة دولة عصرية قوامها القوام. السلام عليكم ورحمة الله. فليتقدم من المطرح الدكتور رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة. أولاً اللجنة الرياضية، أمين اللجنة الرياضية الطالب أحمد مكرم.
أمين مساعد اللجنة العلمية الطالب عبد الرحمن غلط. Yeah.